الساشيات الكحول ما تعداش على أمانة المال. لجور أن أمين المال سي وسام الولهامي أمين مال الحزب جاء للأمين العام وقال له يا سي عبد السلام راه ما نجمش نخدم في الظروف هذه. راه أنا أمين مال وقاعد الساشيات الكحول معناها تدخل معناها ما تعداش عليا. ومريش خالصة الصيف اللي فات الحملة الانتخابية 8000 أورو خلاتها في مطعم في نيس والناس تويكا مواطن تونسي مطردينه تمشي تخلصها. لن أكون شاهد زور لا أنا ولا المجموعة اللي استقالت. يزي مشهدنا معناها شهادة زور، شهادة زور ونطلبوا معناها من الناس اللي جبناهم والناس اللي استقطبناهم والناس كذا نطلبوا منهم السماح، سامحونا غلطنا.